Hello everybody, today we are going to talk about the present simple tense. النهاردة ولاد هنتكلم عن زمن جديد من الأزمنة بتاعتنا، زمن المضارع البسيط. وطبعا زي ما تعودنا مع بعض، لو هنتكلم عن أي زمن لازم أعرف عنه أربع حاجات: المينينج أو اليوسج الاستخدام أو المعنى ولاد، الفورم التكوين شكله عامل إزاي عشان أبقى متعرف عليه، How to make it negative، إزاي أعرف شكله في النفي، How to make question on it، إزاي أعمل عليه سؤال. طيب let's go، يلا بينا نبدأ. أول حاجة لو اتكلمنا عن المينينج المعنى، لو أنا اتكلمت عن المعنى present simple يا أولاد بقول لك it describes habits، بيوصف لي habits عادة، حاجة متعود عليها، facts أو حقائق، يبقى زمن المضارع البسيط بيوصف لي عادة أو حقائق. طب عادة زي إيه؟ اللي أنت متعود عليه زي إيه؟ أنا لو جيت قلت لك I play tennis every Friday، أنا بلعب تنس كل جمعة، شايف أنا متعود على كده، دي العادة بتاعتي. طيب another example، لو جيت قلت لك We eat breakfast at 7 o'clock، دي برضو من هوايتنا اللي احنا بنفطر كل يوم الساعة 7، تمام؟ دي عادة. طب فاكت زي ايه؟ لو انا عايز اتكلم عن حقيقة، انا لو جيت قلت لك the sun gives us heat and light، الشمس بتمدنينا او تدينا الحرارة والضوء، مش دي حقيقة يا اولاد؟ يبقى زمن المضارع بيكلمني عن، بيوصف لي habits and facts. تاني حاجة اولاد هتكلم عليها الفورم، التكوين، شكل زمن الفعل اللي انا بتكلم عليه شكله عامل ازاي؟ طب هقول لك شكله من خلال الاكزامبلز اللي قدامنا. انا لو جيت قلت لك I go to my work by my car، انا اذهب لعملي بالسياره، شايف اولاد؟ ها ده دي عاده صح، habits. طيب فين الفيرب؟ go، excellent. طيب we put go after subject، جميل تمام. طيب حط go ازاي يا اولاد؟ ها في الانفينيتيف، excellent، شكل الفعل في البيزك مصدر، تمام؟ طيب انا سوري اكزامبل، بص كده المثال اللي بعده، We have our lunch at 3 o'clock، احنا بنتغدى يا اولاد الساعة 3، دي برضو habits عندنا، عادة من عاداتنا اللي احنا بنتغدى الساعة 3، جميل. Where is the verb؟ هو فين الفعل يا اولاد؟ Have، excellent. We put have where؟ ها حطيناه فين؟ After we، excellent. طب هيف حطاه شكله عامل ازاي يا ولاد؟ ها في المصدر في الانفينيتيف، برافو عليكم. لاحظت حاجه معايا؟ مع اي حطيت الفيرب في الانفينيتيف، ومع وي برضو حط الفيرب فين؟ في الانفينيتيف، جميل. يبقى انا كده لاحظت حاجتين. طيب another example، طيب لو انا جيت واتكلمت وقلت لك علي always watches TV at night، علي السبجكت اللي عندي، always خد بالك معايا كلمة جديدة أول مرة أشوفها النهاردة، يعني إيه always يا ولاد؟ يعني دايما دائما، جميل. طب أنا حاجة بقول لك علي دايما بيعملها، يبقى حاجة بتدل على الهابتس، تمام؟ طيب بما إنها بتدل على الهابتس يبقى الزمن اللي عندي present، excellent. طيب بص كده معايا watches، ها قلت لك علي always watches، لاحظت ايه في الverb watches اللي انا ضفت له يا ميس؟ es، صح كده؟ طب اصل الverb كان عندي watch، طب ليه انا حطيت له es؟ انا عندي subject علي، والkeywords اللي عندي اللي بتدل على زمن المضارع present always لانها بتدل على habits، تمام؟ طب الفعل قلنا حطينا له ايه؟ es. طيب another example، بصي كده معايا، Adam sometimes carries heavy bag، آدم أحيانا بيحمل شنطة ثقيلة، ها أو حقيبة ثقيلة، شايف كده معايا؟ أنا بتكلم على مين؟ على آدم، صح كده؟ sometimes أحيانا يعني حاجة برضو متعود يعملها، habits. carries أصل carries إيه يا أولاد؟ أصل الفيرب اللي عندي إيه؟ carry، صح كده؟ في الانفينيتيف. طب بصي كده انا حطيت لها ايه؟ اي اس، طب اصلها كان ايه؟ كاري، صح كده؟ طب انا عملت ايه؟ وديليت واي، بوت اي اس.
طب لو انا اتكلمت على علياء، علياء usually studies maths in the afternoon. علياء usually متعودة عادة، برضو بتدل على الهابتس العادة، ولاد متعودة أو عادة studies بتذاكر الماس الرياضيات in the afternoon فترة بعد الظهر. شايف كده فين الفيرب ولاد؟ studies أصله الانفينيتيف study، صح كده؟ أنا عملت إيه؟ we delete y زي كارز فوق أهو، we delete y we put ies. لاحظت إيه ولاد؟ لما كان عندي subject singular noun مفرد، ها we put حطيت لي الفيرب ايه؟ حطيت له اي اس وحطيت له اي اي اس، وممكن كمان احط له اس زي play plays. تمام، يبقى انت لاحظت ايه في الفورم present simple؟ لاحظت ان انا بقسم السبجكت اللي عندي. لو انا عندي السبجكت الاي وعندي اليو والوي والزي، we put الفيرب، حطينا الفيرب فين يا ولاد؟ في الانفينيتيف، اكسلنت، في المصدر. طب لو انا عندي singular noun الاسم المفرده والسبجكت اللي عندي هي شي ات اور singular noun، we put الفيرب، حطيت الفيرب بلس اس اور اي اس اور اي اي اس. شفنا ولاد في الأمثلة اللي فاتت علي always watches TV at night، آدم sometimes carries a heavy bag، علياء usually studies math in the afternoon. لاحظت إن في كلمات لو أنا شفتها دلت على زمن اللي أنا بتكلم عليه، زي always، صح كده؟ often، غالبا، never، أبدا، ودي بتيجي في الجملة المنفية ولاد، ever، rarely، نادرا، وevery. وخد بالك بقى معايا الكي ووردز اللي انا بتكلم عليها دي مكانها فين في الجمله، زي ما شفنا في الامثله اللي فاتت. انا قلت لك علي اولويز، ادم سام تايمز، علي يوجوالي، شايف جاي لك فين؟ ها افتر سبجكت وبيفور الفيرب، وقبل الفيرب اللي عندي اللي هو زمن المضارع البسيط. تمام يا ولاد؟ الا واحده اختلفت من الكلمات الداله دي، اللي هي مين؟ every. every ما رضتش تيجي ورا الفاعل، امال هتقف فين يا every؟ اي حاجه من الاثنين، يا في اول الجمله يا في اخر الجمله. وليها شرط تاني يا ولاد عشان تيجي معايا وتاكد على زمن البريزنت. الشرط التاني لو هتيجي every لازم بيجي وراها مده زمنيه، يعني بقول every year، every month، every day، every week، every Friday. okay. اتكلمنا اولاد عن المينينج في البريزنت سيمبل، اتكلمت على الفورم تكوين الزمن عامل ازاي في البريزنت سيمبل. تالت حاجه هتكلم عليها هاو تو نيجاتيف ذا بريزنت، ازاي انفي المضارع. انا عشان انفي المضارع تعالى كده معايا من خلال الامثله اللي قدامك. انا لو جيت وقلت لك I have some money، ها الجمله اللي عندي في زمن ايه يا اولاد؟ have هنا في زمن البريزنت. تمام، طيب انا قلت have في زمن البريزنت، شكل الفعل فين؟ في الانفينيتيف. جميل، طب لو انا عايز انفي هقول ايه؟ اي تنزل زي ما هي، يعني مش دعوه بالسبجكت، انا عشان انفي عيني على الفعل. طيب have هنفيها بايه يا ولاد؟ اللي هيساعدني انفي زمن المضارع don't، عشان اقول don't have. وسم طبعا ما ينفعش انزل سم في الجمله المنفيه، احنا عارفين ان سم بنفيها باني ماني، I don't have any money. لاحظت ايه يا ولاد؟ ان انا لو عندي present بنفي ازاي؟ مع ال I will you will we will they will plural noun بنفي الverb don't، يعني don't والverb في الانفينيتيف. لو عندي singular noun يا ولاد how to negative it، ازاي هنفي؟ ها he goes to school late، شايف الجمله؟ طب لو جيت قلت لك negative يلا بينا مش جاوب بالسبجكت ازاي؟ ما هو طب والفيرب goes plus es، الفيرب ده فين يا ولاد؟ في البريزنت. طيب هنفي ازاي؟ we put doesn't، بنفي الفعل اللي ب s or es or IES doesn't. طب انا لو دلوقتي نفيته ب doesn't، الفيرب اللي وراه هيبقى ايه؟ الفيرب اللي عندي يفضل زي ما هو جوز؟ لا يا ولاد ارجعه بقى للانفينيتيف.
تمام؟ يبقى he doesn't go to school late. معنى كده يا ميس، أنا لو عندي he, she, it or singular noun، الverb في present بان فيه doesn't. طب والverb برجع الأصل ولاد في الانفراتيف. آخر حاجة ولاد هنتكلم عليها how to make the question in the present simple. إزاي أعمل سؤال باستخدام زمن المضارع البسيط؟ أنا عشان أعمل سؤال طريقتين، yes or no question سؤال بمعنى هل، و WH question لما استخدم question word أداة أداة من أدوات الاستفهام. تمام؟ طيب أنا عشان أعمل سؤال question word with yes or no question، تعال بص كده المثال اللي قدامك. I like tea. طيب أنا عايزة الجملة دي أعمل سؤال بمعنى هل. طيب عشان أعمل سؤال بمعنى هل يا ولاد محتاجة helping verb start with what. تفتكر أنا ينفع أبدأ بlike؟ لا يميس ما ينفعش، لأن like ده main verb فعل أساسي. طيب like ده زمن فين؟ الزمن ده في present. جميل. طيب عشان زمن present أنا هستخدم do كhelping verb، وفي نفس الوقت هبدأ بجملة يبقى سؤال بمعنى هل. طب أنا بدأت بdo يا ولاد، after do we put subject اللي هو ينفع حط I؟ لا يا ميس، الI تنزل في السؤال you. طب والمين verb اللي عندي مين؟ like. وبكمل بقية الجملة تي. طب تعال نشوف السؤال بعد ما كونته. do you like tea؟ بتحب الشاي؟ ها كده ده سؤال بمعنى هل. طب وعشان أرد لازم أرد بحاجة من الاتنين، هحط أو we put yes or no. طب لو هحط yes يا ولاد، ها yes I do short answer. طب ولو no، no I don't، علشان الجملة بقت negative. تمام؟ طيب another example، لو كنت قلت لك أمل has story، أمل عندها قصة. طب أنا عايز أعمل سؤال، ها يلا بينا، ينفع أبدأ بهذا ولاد؟ قالك لا ما ينفعش. طب أنا عايز أعمل yes or no question سؤال بمعنى هل، هعمل إيه؟ أنا ما ينفعش أخد هيز. طب مين يساعدني؟ أنا هنا عندي subject في نوعه singular مفرد. جميل. طب اللي هتساعدني مع singular noun does. تمام؟ هقول does والسبجكت مين اللي انا بتكلم عليه؟ امل. طب انا دلوقتي سالت بدز وحطيت امل، وي بوت الفيرب في الانفينيتيف، ارجع بقى الفعل الاصله، معنى كده ان هاز اصلها ايه يا اولاد؟ هاف. اكسلنت. دز امل هاف ستوري كويشن مارك. شايف هل امل لديها قصه؟ طب لو انا عايز ارد تو انسر، احط يس وي بوت يس اور نو. طب لو احط يس اعمل كروس between the subject with does بمعنى yes she does أو Amal does. short answer. طب لو هقول no، no she doesn't. تمام. لاحظت ايه يا ولاد؟ yes or no question formula عندي، انا لو هعمل سؤال بمعنى هل اللي هيساعدني في زمن present do or does with subject will verb في الانفينيتيف. النوع الثاني أولاد من الأسئلة WH question، السؤال باستخدام question words باستخدام أدوات الاستفهام، زي ما أنت عارف أدوات الاستفهام اللي أنا بتكلم عليها where when what why. عشان إزاي أعرف أعمل سؤال أولاد، تعال أشوف كده الاكزامبلز اللي قدام. لو جيت قلت لك I write my homework، I write my homework. شايف دي جملة عادية خالص. طب أنا لو عايز أعمل سؤال، ها أنت بتعمل إيه؟ يلا تفتكر أستخدم إيه من question word؟ عندي فعل بيتعمل أهو، هستخدم what اللي بسأل بيها عن الفعل. طيب بدأت we start with question word اللي هي what. طب واتفقنا بقى what كأداة استفهام محتاجة helping verb، وإحنا بنتكلم على زمن present أولاد، we need do or does كhelping verb. تمام. طب تفتكر هاخد do ولا هاخد does؟ حسب السبجكت اللي انا بسال. انا بسال فين السبجكت بتاعي؟ الاي تنزل في السؤال يو. جميل. طب تفتكر يو تاخد do or does؟ excellent do. يبقى هقول what do you
ها مش محتاجة بقى الفعل اللي أنا بعمله ده الإجابة بتاعتي، هشيل كل ده وأحط مكانها do تفعل عشان يبقى السؤال what do you do. شايف أنا عملت إيه؟ we put question word والhelping verb do السبجكت والمين فيرب أو الفعل الأساسي في الانفينيتيف. تمام؟ another example. طب خد مثال كمان عشان أعرف إزاي how to make question. he goes to school at 7 o'clock. تمام، صاحبنا بيروح المدرسة، يذهب للمدرسة الساعة 7. طب أنا عندي في الجملة بتاعتي وقت، وإحنا عارفين اللي بتسأل عن التايم when. excellent. طب when كquestion word محتاجة helping verb. طب وإحنا اتفقنا بزمن present مين ال helping verb عندي؟ do or does حسب السبجكت اللي أنا بسأل عليه. طب أنا بسأل عن مين هي؟ يبقى هحط we put does. يبقى when does he. ينفع احط جوز ولا لا يا ميس؟ هرجع الفعل تاني ويبقى main verb، فعل اساسي في الانفينيتيف go to school. وبما انه السؤال هحط we put question mark. وبكده الفورم اللي عندي يا ولاد to make question on the present على المضارع we need question word، محتاجه اداه الاستفهام لوحدها ما ينفعش تبقى سؤال. after it we need helping verb، واتفقنا ان helping verb اللي بتكلم عنه بيبقى do or does حسب subject اللي عندي plus main verb اللي هو الverb في الانفينيتيف الفعل الاساسي. goodbye. hello everybody. today we are going to talk about present continuous. النهارده اولاد هنتكلم عن زمن جديد من الازمنه اللي احنا متعودين عليها، زمن المضارع المستمر. فانا وزي ما تعودنا وبكررها مليون مره، اي زمن عشان اتكلم عليه لازم بعرف اتكلم عليه ازاي. كلمه meaning for negative question. ولو اتكلمنا عن meaning يعني ايه present continuous، بيقول لي ان الزمن ده it describes beautifully actions احداث happen تحصل. بس امتى بقى بتحصل؟ now دلوقتي الان. تمام، اتفقنا اي شيء زمن ليه شكل ليه form. تعالى نتعرف مع بعض على الفورم قبل ما اديك الاكزامبلز اللي انا بتكلم عليها. بيكون من ايه؟ زي ما احنا شايفين subject verb to be هستخدمه النهارده verb plus ing. تمام، تاني هستخدم الفعل subject تاعي verb to be am is or verb ing. تمام، for example they ده subject اللي معايا ياخد ايه من verb to be؟ فكرني كده. excellent. or playing صح كده football. امتى؟ now. أنا شايفهم بيلعبوا كرة إمتى؟ دلوقتي صح كده؟ another examples. she تاخد إيه من verb to be؟ فكرني. remember. ها is. excellent. she is eating at the moment. في اللحظة دي أنا شايفها بإيه؟ تاكل يا ولاد صح كده؟ زي ما لاحظنا ولاد في التمثيل مع بعض إن الفعل اللي بيتعمل أنا عرفت إزاي إنه بيحدث الآن في keywords بتدل عليه، والkeywords دي بتعرفني وقت الفعل بيحصل إمتى. زي إيه الkeywords اللي بتدل على زمن present continuous؟ أنا قلت إيه؟ they are playing now. كلمة now الآن. she is eating at the moment. إحنا عرفت إن هي بتاكل إمتى؟ في اللحظة دي. كلمة at the moment. look they are playing. بص دول بيلعبوا امتى؟ اما قلت كلمه look بيلعبوا دلوقتي. listen they are singing. دول بيغنوا. انا قلت لك listen يبقى بيغنوا امتى؟ دلوقتي. يبقى الكلمات اللي بتدل على الزمن عندي now عندي at the moment listen look. يبقى ميس الكلمات دي مكانها فين علشان احطها وانا بتكلم على الزمن او وانا بستخدم الزمن؟ keywords اللي احنا اتكلمنا عليها دي حبيبي بحطها اما أول الجملة يا في آخر الجملة. يعني لو جيت قلت لك now they are playing هي they are playing now.
ولو اتكلمنا ولادها عن how to negative it ازاي بن في present continuous زي ما اتفقنا عايزة انفي عيني عن فعل. طيب طريقة النفي الفورم subject مالوش دعوة بي بينزل زي ما هو اتفقنا verb to be am is or صح كده. وحط جنبها بقى انا بنفي اول فعل لقيه احط له not حط جنب verb to be not بلس الفيرب بالاي ان جي زي ما هو لان الفيرب ده هو اللي بيدل على الاستمراريه. تكرر تاني subject verb to be plus not والفيرب بالاي ان جي. For example they ده subject معايا aren't verb to be plus not watching TV. انا شايفهم اولادي ما بيتفرجوش على تي في. Another for example مثال كمان لو جيت قلت لك he isn't running at the moment انا شايفاه ما بيجريش دلوقتي في اللحظه اللي انا شايفاه فيها. شايف قلت ايه isn't verb to be plus not. لاحظ معايا كده في المثال اللي قدامي she is having lunch. هي ملاحظ معايا ايه subject موجود verb to be having lunch. شايف الverb have in this with إيه صح كده؟ طيب لاحظت ايه معايا وانا بدي له ing بيدي ليت اي وحطينا مكانها ing من هنا تظهر اول نوتس معايا verbs in with e. لو انا عندي فعل بينتهي بي يا ولاد like have take have زي ما انت شايف بيدي ليت اي وبوت ing having take ياخذ taking. طب بص يا ولاد صاحبنا he is swimming لاحظت معايا verb swim with vowel حرف ال i صح كده. طب وانا بحط له ال ing عملنا ايه بي put another m يعني swimming حتى في النوت اولاد swimming running شايف انا عملت ايه ضعفت الحرف الاخير. تمام when we make question on the present continuous لما اجي اولاد اتعلم اعمل زي سؤال عن زمن المضارع المستمر زي ما اتفقنا لازم اكون عارف شكل الفورم اللي عندي محتاجه واتفقنا دي ثابته في كل الاسئله كل الأزمنة. محتاجة معايا number one question word أداة الاستفهام والوحدة ما ينفعش تعمل سؤال محتاجة معها helping verb subject وعندي الverb plus ing. طب الhelping verb هنا هستخدمه ازاي ومنين هجيبه من الجملة اللي عندي أولاد هستخدم verb to be وزي ما اتفقنا وتكلمنا يعتبر من أهم الأفعال المساعدة اللي بتساعدني في استخدام الأزمنة اللي احنا بنتكلم عليه. أشهر مثال أولاد تعالى كده for example what are you doing. ماما كده دخلت عليك فجأة وانت عمال تلعب في لعبك ماما بتقولك تعمل ايه what are you doing انت بتعمل ايه امتى now دلوقتي. What question word والhelping verb زي ما انت شايف verb to be or والsubject اللي عندي you والdo والverb plus ing. طب انا عايز ارد على ماما حولها ايه ينفع تنزل what لا هعمل ايه بعمل cross between the subject وverb to be you اتفقنا بتنزل بالi واي صاحبتها من verb to be am والفيرب اللي انا بعمله انا ما ينفعش انزل داونج لا ده انا هشيل الدو واحط الفعل اللي انت بتعمله انت بتعمل ايه تلعب يبقى بلاي والاي ان جي تبقى بلاينج تجري ها رانينج تاكل ايتينج تمام. طب انت تلعب ايه شطرنج ام بلاينج تشيس. زي ما استخدمنا ولاد verb to be helping verb in the present continuous to make question برضو هستخدمه to make question yes or no question. ازاي لو انا استخدمت verb to be وطلعته من بره وبدأت بالجملة بتاعتي ويبقى سؤال بمعنى هل هحط verb to be ويبقى
verb to be written word كأداة استفهام بمعنى هل subject والverb plus ing. For example, are they having lunch now؟ ترى هم بيتغدوا دلوقتي، بيتناولوا غداهم دلوقتي. ها شايف are the verb ايه؟ to be، بدأت be صح كده، والتنس اللي عندي او الزمن اللي عندي present continuous. طب to answer it، علشان اجاوب اولاد بجاوب ازاي؟ would yes or no، حط الكومة بتاعتي وعمل cross between verb to be subject اللي عندي، هنزل زي or كشورت answer yes they are. ولو عايز اكمل طبعا تبقى complete answer. طب لو هحط no، حاولي بقى. ها no they are، واتفقنا انا قلت no negative، يبقى not، يبقى no they aren't. طب لاحظ معايا كده في المثال، انا لو جيت قلت لك I'm having lunch now، انا بتناول الغداء دلوقتي، شايف verb to have؟ لو حطيت verb to have في مثال تاني، another example I have two sisters، لاحظ verb to have هنا بمعنى أملك أو عندي صح كده؟ طيب في المثال الأولاني لاحظت إيه؟ إن verb to have أنا استخدمته ها في الـ present continuous. طب وفي المثال التاني ينفع استخدم verb to have في الـ present continuous؟ لا، معنى كده إن تطلع عندي notes، ملحوظة أو ملاحظات بتقول إن some verbs are used according to their meaning، هناك بعض الأفعال بستخدمها طبقا لمعناها في الجملة. verb to have معناها يملك عندي، ما ينفعش استخدم present continuous، ما ينفعش أقول إيه I have two eyes، ينفع أقول I'm having two eyes؟ لا طبعا. تمام؟ طيب I have two ears، ينفع أقول I'm having two ears؟ No. تمام؟ Goodbye. See you soon. Hello everyone. Today we're going to talk about the present perfect tense. زمن المضارع التام. As we learned before, every tense has a usage of its own. زي ما تعلمنا في الأزمنة اللي قبل كده إن كل زمن له استخدام معين. When can we use the present perfect tense؟ إمتى أستخدم زمن المضارع التام؟ When you talk about something happened in the past without telling its specific time، لما تكون بتتكلم عن حاجة حصلت ومش هتحدد حصلت إمتى بالضبط. When you say for example I have learned English، أنا تعلمت اللغة الإنجليزية. طالما استخدمت زمن الـ present perfect ما أقدرش أحدد الوقت بالضبط، ما أقدرش مثلا أقول 2 years ago. لو عايز أحدد الزمن هضطر إن أنا أستخدم زمن الـ past simple، يبقى بتكلم عن حاجة بدون تحديد وقت محدد ليها، ما ينفعش أقول in، ما ينفعش أقول at، ما ينفعش أقول الزمن بالضبط. الحالة الثانية when you talk about something began in the past، حاجة بدأت في الماضي and has effect in the present، وليها تأثير عليك في الحاضر. For example I have been ill، ان انت بتقولي انا كنت مريض، طبعا دي حاجة ليها تأثير عليك. المرض بدأ مثلا من فترة، ممكن يكون لسه مستمر او يكون خلص بس تأثيره لسه موجود. طيب كده احنا عرفنا امتى اتكلم او اكتب بزمن الـ present perfect. But have you noticed the form؟ هل اخدت بالك من تكوين الجملة في الزمن ده ازاي؟ طيب تعالى كده ندرسها بالتفصيل. The first example I have won the competition، انا فزت بالمسابقة. الجملة دي اتكونت من ايه؟ اول حاجة عندي I طبعا ده الـ subject، بعد كده عندي verb to have، بعد كده عندي won ده الـ past participle تصريف الثالث من الـ verb won. Example number 2 they've lived in England، هم عاشوا في انجلترا. عندي اول حاجة برضو الـ subject they، بعد كده عندي الـ apostrophe e، دي عبارة عن short form من كلمة have، بعد كده عندي lived الـ past participle من الـ verb live تصريف ثالث من الـ verb live. يبقى انا عندي الـ form بتاع الـ affirmative sentence تكوين الجملة المثبتة subject verb to have فعل مساعد، بعد كده الـ past participle من الـ main verb. طيب number 3 she has bought a car، هي اشترت سيارة. الـ subject فين؟ تمام she، بعد كده عندي helping verb has main verb bought في الـ past participle.
Ali's gone to the club. علي ذهب للنادي. السبجكت هنا علي أبوستروف إس هنا اختصار لكلمة has. بعد كده gone التصريف الثالث أو الباست participle من الverb go. طيب هنا لاحظنا ان في جمل كتبنا فيها have وجمل كتبنا فيها has. ايه الفرق؟ طبعا احنا عارفين من اولى ابتدائي ان verb to have بيتغير شكله على حسب السبجكت. اذا كان السبجكت I او you او we او they او plural noun هيبقى عندي have. he she it او singular noun هستخدم كلمة has. وفي كل الحالات الفعل الاساسي هيبقى في التصريف الثالث او الباست participle. Okay, what if you want to make a negative sentence? لو انت عايز تكتب جملة في حالة النفي. طبعا احنا عارفين ان أداة النفي عندي في اي زمن كلمة not بتتحط مع الهيلبينج فيرب. بص عندك الامثلة هنا we haven't watched the film. احنا ما اتفرجناش على الفيلم. يبقى عندي هنا السبجكت بعد كده haven't have اتنفت بكلمة not past participle من الفيرب watch. He hasn't come to my birthday party. هو ما جاش لحفلة عيد ميلادي. السبجكت عندي هنا هي الجملة منفية بhasn't has اضاف لها كلمة not. بعد كده عندي come the past participle من الverb come the past came the past participle come شبه المصدر أو شبه الانفينيتيف. اوكي تعالى نراجع كده الفورم مع بعض. لو هعمل جمله affirmative جمله مثبته هبدا بالسبجكت I you we they plural noun. اي سبجكت من دول هستخدم have كهيلبينج فيرب. he she it singular noun هستخدم has كهيلبينج فيرب. طيب بالنسبه للمين فيرب هيتحط في الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث. لو الفعل اللي انا بستخدمه regular verb فعل منتظم يبقى في الحاله دي هلاقي الباست بارتيسيبل زي الباست التصريف الثاني زي الثالث. طيب لو irregular verb احنا عارفين من الاول ان الافعال الغير منتظمة ملهاش قاعدة وبتتحفظ زي ما هي يبقى هحفظ الباست participle او تصريفها الثالث كمان. طب لو الجملة اللي انا هكتبها او هتكلم بيها negative هستخدم كلمة not كأداة نفي بعد الhelping verb. يبقى السبجكت هيتحط بعده الhelping verb منفي haven't او hasn't. بعد كده المين verb او الفعل الاساسي هيتحط في الباست participle. طبعا زي اي زمن زمن البريزنت بيرفكت ليه كي ووردز له كلمات داله. احنا عارفين ان الكي ووردز مش حاجه اساسيه ومش هي اللي بتعرفني الزمن. انا بعرف الزمن من شكل الفيرب. طب الكي ووردز هنا مختلفه شويه وهنعرف ليه. اول حاجه عندي كلمه جاست معناها حالا او فورا يعني الفعل اللي انا بتكلم عليه ده انا لسه عامله من لحظات. فور اكزامبل اي هاف جاست ارايفد انا وصلت حالا. that means I arrived moments or minutes ago ان انا لسه واصل من لحظات او من دقايق. طب لما جينا استخدمنا just حطيتها فين في الجملة هلاقي ان انا عندي just زي ما هي مكتوبة قدامي محطوطة بعد الhelping verb. يبقى الكيورد just معناه حالا لما اجي استخدمه هيتحط بعد have او بعد has وقبل المين verb. طب وعندي كمان already we have already painted the house يعني هي already means بالفعل يعني انت خلاص عملت الحاجة دي محطوطة فين في الجملة برضو محطوطة بعد have. we have already painted the house يبقى just و already بعد ال helping verb وقبل ال main verb اللي هو كده كده لازم يتحط في ال past participle. مسألي خلي بالك لما تيجي تستخدم كلمة already او كلمة just هتستخدمهم في ال affirmative sentences only في الجمل المثبتة بس. يعني اي keywords ثانية خدناها ملهاش علاقة بالنفي والإثبات في present perfect هخلي بالي. تالت حاجة عندي كلمة yet معناها ليس بعد حتى الآن. اللغة العامية انا لسه ما عملش الحاجة دي لحد دلوقتي. she hasn't finished studying yet هي لم تنتهي من مذاكرتها بعد هي لسه ما خلصتش مذاكرتها. طب انا بقول ليس بعد او حتى الآن يبقى الكيورد دي هستخدمها فين؟ هستخدمها في النيجاتيف سنتنس في الجمل المنفية. وينفع استخدمها في yes or no questions الاسئلة اللي اجابتها او لا. يعني لو عايز اسألك خلصت مذاكرتك هقول لك ايه have you finished studying yet هل انتهيت من مذاكرتك بعد. في الحالة دي استخدمنا yet فين؟ استخدمنا yet في نهاية النيجاتيف سنتنس او في نهاية الكويستشن. يبقى انا عندي كلمة just كلمة already affirmative sentences خاصة بيهم
بيتحطوا بعد الهيلبينج فيرب، عندي كلمة يد في النافي أو yes or no question في آخر الجملة أو آخر السؤال. طب عندي كلمة since معناها منذ، منذ يعني بالعامية كده من قد إيه. He has traveled since May، هو سافر منذ شهر مايو. He hasn't phoned since he traveled، هو ما اتصلش من ساعة ما سافر. يبقى أنا عندي هنا كلمة since بيجي وراها بداية الوقت اللي الفعل اتعمل أو ما اتعملش منه، يعني معنى كده أن كلمة since ملهاش علاقة بالجملة مثبتة أو منفية. طيب بداية الوقت ده ممكن يكون يوم، شهر، سنة، ساعة، يبقى بداية الوقت. ما كتبتش في الجملة هو مسافر لمدة كام شهر. ممكن بداية الوقت ده يكون زي example number 2، زي ما انت شايف كده جملة في زمن ايه؟ past simple. يعني الجملة الأساسية الفعل اللي أنا بتكلم عنه محطوط في زمن الـ present perfect، إنما بداية الزمن عبارة عن حدث، الحدث ده هيتحط في أنهي زمن؟ past simple. هو لم يتصل منذ أن سافر، يبقى هو ما كلمنيش من ساعة ما سافر، يبقى since بيجي بعدها بداية الوقت. ممكن يكون يوم، شهر، سنة، ساعة، أو جملة past simple. بعد كده عندي كلمة for، for معناها لمدة. طيب لمدة يعني هيجي وراها ايه؟ المدة، كم يوم، كم ساعة، كم شهر، كم سنة، لفترة طويلة، لفترة قصيرة. they have played for 2 hours، هما بيلعبوا لمدة ساعتين. يبقى أنا هنا قلت الفترة اللي استغرقها الفعل. he hasn't studied for a week، هو ما ذاكرش أو لم يذاكر لمدة أسبوع. يبقى أنا هنا قلت الفترة اللي ما عملش فيها الفعل ده، الفترة اللي ما ذاكرش فيها. زي ما انت اكيد لاحظت ان انت عندك برضو كلمة for ملهاش علاقة ان الجملة تكون affirmative او negative. يبقى كلمة for معناها لمدة، هيجي وراها كل المدة الزمنية اللي استغرقها الفعل، كم يوم، كم ساعة، كم شهر، كم سنة. ممكن اقولك for a long time لفترة طويلة، for a short time لفترة قصيرة، for ages من زمن. يبقى عندي since وفور، اخلي بالي من الفرق ما بينهم. عندي كلمة never، كلمة never اخدناها قبل كده في present simple ومعناها ابدا. طب لو ابدا دي يعني انت بتعمل الفعل ولا بتعملهوش؟ تمام، ما بعملهوش. يبقى احنا عارفين ان كلمة never اداة نفي، وبما اني بستخدمها كاداة نفي فهي بدل كلمة مين؟ it's instead of the word not، هستخدمها بدل كلمة not. طب انا بحط نقط في الجملة فين؟ بعد الهيلبينج فيرب. يبقى نفس الكلام بالنسبة لكلمة never. I have never been to أسوان، انا لم اذهب ابدا لأسوان. الفيرب been ده الباست بارتيسيبل من verb to be، يعني معنى كده ان كلمة never دي نيجاتيف وورد، ما ينفعش ان انت تستخدم كلمة not وكلمة never مع بعض في نفس الجملة. Now we're going to learn how to make a question. We have agreed before that making question has a rule. اتفقنا قبل كده ان تكوين السؤال له قاعدة. Question word أداة الاستفهام، بعد كده بحط الهيلبينج فيرب الفعل المساعد، بيكون على حسب الزمن، السبجكت الفاعل بتاع الجملة، والفيرب الأساسي أو المين فيرب وشكله حسب الزمن اللي أنا بتكلم فيه. احنا اتفقنا ان الزمن بتاعي الهيلبينج فيرب الموجود فيه have أو has، والمين فيرب او الفعل الاساسي بيكون في الباست بارتيسيبل. فور اكزامبل وات هاف يو دون، وات هاف يو دون معناها ماذا فعلت. يبقى الكويستشن وورد عندي هنا وات، الهيلبينج فيرب هاف لان السبجكت يو، والمين فيرب دون الباست بارتيسيبل من دو. دونت فورجيت ذات ذا هيلبينج فيرب الفعل المساعد ديبندز اون ذا سبجكت، بيعتمد على نوع السبجكت الموجود عنده. في الزمن بتاعي هنا نيفر، never use what, when or what time to ask about time. احنا اتفقنا ان ال present perfect بتكلم بيه عن احداث with non specific time، وقتها غير محدد في الجملة او في الكلام اللي انا بقوله. طيب الجملة بتاعتي ممكن يكون فيها time او وقت بمدة زمنية باستخدام since او باستخدام for. لو انا عايزة اسأل على الفترة الزمنية دي هقدر اسأل عليها ازاي؟ ممكن استخدم ال question word او اداة الاستفهام how long، يبقى اقدر اسال ب how long، انما ما اقدرش اسال لا when ولا what time لان الوقت غير محدد.
تاني نوع من الأسئلة اللي بيسموه closed questions أو yes or no questions، الأسئلة اللي يقال عليها مغلقة لأن إجابتها محددة ب yes or no. طيب ليه ما استخدمتش فيها أداة استفهام؟ لأن ما عنديش question word بمعنى هل، فعلى حسب الزمن بشوف مين ال helping verb وبيستخدم هنا كأداة استفهام. So the question here will start with have or has. السؤال هنا هيبدأ باستخدام كلمة have أو كلمة has، وهنا هيكون معناها هل. بعد كده هحط ال subject وال main verb في ال past participle. For example, have you seen the movie؟ هل شاهدت الفيلم؟ يبقى عندي هنا أداة الاستفهام have معناها هل، ال subject you، ال main verb seen في ال past participle. ولما أجي أجاوب على السؤال ده ممكن أقول yes I have، ممكن أقول no I haven't. Well, that was our lesson for today. I hope it has been useful to you. Thanks. Goodbye.